السلام عليكم، اللي جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع لعبة الرسام اللي نزلتها من قبل. اليوم راح نلعب مع أبو عابد، أوسمز، محمد فواز، كلاش، خالد 45. كل قنواتهم في الوصف بإذن الله. في مشكلة بسيطة في الفيديو، إن الجزء الأول كان فيس كام، الجزء الثاني بدون فيس كام للأسف. صورت لكن للأسف الهاردسك امتلأ وألغى التصوير. ما أدري ليش ألغى التصوير، المفروض إنه يعطيني تنبيه وزي كذا، سامحونا. فأول جزء راح يكون فيس كام، ثاني جزء راح يكون بدون فيس كام. فبس هذا كان عندي، ولا تنسون لايك اشتراك وفعل زر التنبيهات، اهم شيء. استمتع بالمقطع. بسم الله. يلا يلا، والله الاقتراحات اللي تجي من لعبة خايسه يا ساتر. انا شكلي واحده حلوه ودي احطها. انا جاني حلاقي يحلق قفل. شلون هذه؟ والله انا بحط حقتها حلوه. يلا يلا يلا، ليتس جو. اوكي. يا ساتر، ليه الاعلان يا شباب؟ ليه الاعلان؟ شكله جيت حقي ترى. زعلان الومكم تزعل. اي ما الومك. اوكي هذه عرفت. اصبر كذا، اخر شيء كذا انا ارسم شيء. ان شاء الله انه كذا كان لونها. عرفتهم وش حقين الاكل؟ لا غريب هذا. كيف ارسم يعني؟ كيف هذا كذا؟ اتوقع معلش بس بكتب هذا يا رب. وش اسم الشعار جوا؟ اوكي يا والله اللي هذا اتوقع انه كذا. امه سريع ما فكنا يا شباب. سريع يا رب يا رب يا رب اني ما جبت. والله يا رب بعصت رسمتي معليش. والله انا اسف جدا بس ما قدرت اكمل صدق. انا اسف جدا. وشو ذا؟ يا ليه ابيض اسود؟ قصدك حقتي اوكي. تكفى وش ذي؟ هذا وشو؟ ركز بس كذا بكتب. تكفى. انا وشو؟ والله يا سيدي معليش اعذرني. والله اسف. اهلين. لا يا الاعلان الاعلان ايش اسوي؟ هذا ايش اسمه؟ كلاش اعطاني. دخلني انا مو تهاوش. شو المقطع اللي كله اعلانات؟ شوف ناسي والله الالوان، بس اتوقع ان تحت احمر فوق ابيض. اني ما ادري شلون ذا صدق. انا كل الرسمات نفس ستايل. السماء وشارع وسحاب. ناسي فوق وش اللون. يا ساتر. لا رجال انتهيت. اشيل القرطاسه عشان الاعلان. اشيل القرطاسه اللي بعده. يلا رن الجرس يا عيال اخلصوا. لا بعلن لهم يستاهلون. ايه بعلى حسابي. ما اعطونا فلوس. ايش على منكم؟ صاحب الرسمه. يلا يا شباب افهمونا. ايوه اهلين. جاي نفس اللي كتبته انا. شباب والله المقطع. طيب واللي ما يعرف للكوره؟ شباب اللي قدامي ما ادري وش هي. حرام يا خالد. حقتك رسمتي طلع. والله ما ردك. اتمنى انه هي. اتمنى يا عيال ما عرفت والله اللي قدامي. والله اوه جتني مره ثانيه انا. شلون ارسم هذي؟ اوكي تغنيها. مسموح جوجل؟ لا ايه لا ما يمديك اصلا ما في وقت. والله يا مستحيل اجيب ذي بدون جوجل. والله بمسحها بارسم جديد انا. ما يمديك ترى الوقت. والله ما في امل يا عيال صعبه. بوكيمون رهيبة رهيبة. لا واو انك شفت العيد. لا اصبر يا اخي اصبر. لا 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 والله ما ادري وش ذا عيال. لا ايش ما حد بعد يك كويس. والله الراوند سريع مرة ذا ما ينفع. الحمد لله ما جاني. الحمد لله ويان. ها شباب ابو عابد زهبني. اوه ما ادري شلون عرفتهم بس اني عرفتهم. انك صح بس بدون نتيجه. هذا الواقع. العب حلوه يا ابو فواز. العب التالي. يلا نشوف. اوكي هذا اللي ما انتبهنا له مسرة الوقت. يا عيال والله اني رسم زياده. والله اني رسم زياده كذا. شوف انا فهمتها كدا. انا عرفت حسبت بكمان.
والله اني راسم زياده يا اللون اصفر نفس اللي فوق بس اللون غير اسمح احط لك والله مرمل والله ليش اللون بس وش الكره المعصبه ذي تبي ولا خله والله كان عين ترى مختار حقه اللعبه وضيع لابس كمان وضيع تعقيد يا شيخ شوف شوف رقبته بالله شوف رقبته متشنج حول وراح اوكي من اللي بعدي انا عشان كذا كتبت انا رسمت هذا رافع يده ولا ايش قاعد يحلق يا كورونا بقي ارسمها مره ثانيه لا عابد هني لا مو عابد هني اللي بعده مينهم اي والله ما لا لا في واحد في لا واحد جت كورونا ثانيه الا انا مقترحها ايه اما معقم يدين اوف في كورونا ثالثه يعني يا ساتر اوكي حلو معقم 90% انه معقم لا تكفى لا لا يا اخي ما في وقت عصير ذا نفس حق الربيع لو تذكر انا ما عرفت اللي قدامي 99.9 من هو ما في الا ذا العب الله الله وش البرتقالي اللي ورا ضي هذا لونه لين نشوف ريال كورونا 2021 هذا جديد يعني ما حد قال لي 21 كان غيرت الوانها هم بعبدوا انك بكل شوي قطع كلكم كذا اوكي من اللي رسم بعده في واحد رسمه جامده ايوه احمد فواز يا عمري يا شادو اوكي الله اللي بعده رهيب يلا يا كلاش يا ليل عندنا ما دفعوا لي فلوس والله رسمه دي رهيبه والله والله حلوه هذه على طول نقز مويه بيرين فلوس بيرين فلوس بير ليش بير طيب بير عشان الاعلان بويا ما اتكلم اثنين حاط ديتول والله الكاميرا اللي فوق قاعد بكام لا تسالني لا تسالني حط الدائره ايش والله سلوم كل ما جاء شيء يرسم عصير ديتول عصير اي شيء سائل زي العصير الربيع اي شيء مربع لازم بسم الله يله يله يسر يلا خلصت ها مجهز الرسمه ذا الله يعين اللي تجي وش اكتب الله يلا اقوى واحد اخر لا هذا اعلان ما يصلح ما تدفعوا لي فلوس هلا بي خالد فهمني اما جيت ايش اول حرف وش هو راء صعيبه ذي اتوقع انها صعبه صدق اتوقع انها كذا لا هذا اللون افضل اتوقع اني بجيب فيكم العيد استغفر الله ايش كسوي انا كله من مدرس الفنيه كان يعطينا رسمه كان يعطينا دله وخيمه شوف والله هذا متر خلاص ايزي طفل هاك انا اشك ان اللي كاتب لي ذي ريان ما ادري ليش ليه ايش دعوه والله صدق صعب دقيق وحوسه هذا كيف صر هذا ايش كسوي باقي ذي هم اي والله انه هم والله صعبة مرة الله يعين اللي بتجي بس والله قلبتها انا اكل بس يلا تابعون سلوم يا شباب والله يا اخي ايه ما راح تجيبونا لا 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 ضبطتها ما عليك فخالد اللي عندي ما هب اللي عندك ها الو شرطة في سلوم اوه يوه ها وش ذا لا تكفى وش ذا لا والله من هو ذا اللي رسمها وش ذي وش ذي اللي قدامي انا والله قاعد اناظرهم الجنب يعني بعرف وش هي هذه رسمه ابو عابد انا متاكد ريان اشوف هي انا ولا لا شيء لونه بني هي حقتي ذي والله حاول عاد من ذا مريض والله شوف اول كلمه كتبها بالغلط بالانجليزي هذا حقتي والله عاد شوف يعني هذا اللي جاني عاد وش اكتب وش اكتب يا خبيثك يا رب لا يفهم هلا والله ودي اغش من جوجل يا عيال عادك كلمه واحده يا عيال لا هجت يا شباب هجت والله عيال وش هو ذا والله اني ما اعرف وش قادر ما اتوقع انه فيها شيء كذا ان شاء الله يعني. انا الحين ما بديت يا شيخ اللي بيجيب رسمتي هذا ذكي مره والله صدق رسماتكم صايره صعبه مره والله ذا الراوند اقسم بالله اني قاعد اشوف شيء غريب انا يلا 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 خرب خرب كذا انتهيت الله يعينك هذه اخر رسمه يا عيال
لا لا اللي بعدها. الله يعينك اللي بعدي يوه. عاد لازم اكتب. معليش. يا واحد خلاص خلص الوقت اصلا. يا اخي انت رهيب. الله يسلمك. الوان كثيرة اللي اربع الوان ذا رهيب. الله يسلمك. عطنا لون واحد. كافو كافو يا كلاش. ما ادري وش هي. كلاش كلاش. ها. فيها الزرق. لا لا جنبنا. تنجتني سهلة خلاص ما عليك ازهل. ايه اللي نجمتين فوق. ايه. ازهل. تكفى جبها صح تكفى. اللي حط لون احمر منه بعابد. يا ساتر. شكله ذا اوه انا ما كتبت شيء قبل شوي ابى اجيب بوكي وجهي خالد خالد تعال عرفت ايش ترسم اصبر سلم انا اعتذر صراحه بس عاد شو نسوي بيصير في سبونسر هنا بس يعني غطوا عليه والله حتى انا يعني سبونسر يا شباب مضطر والله قاعد اغش بلي شيء تحت ما ياخذ بليس يا رب ابوك غسيت من بوكك خالد ها غسيت من بوكك اصبر هذا اللي يقول غش ممنوع شباب انا كاني قبل شوي ما كتبت شيء والله اني من الدباش صدق فهيت ايش قاعد اسوي والله اني يلا انتهيت شكرا الله يلا انتهيت جبت محمد هذه والله انك اسطوره اوكي عرفت عرفت ايش نهايات هذه هذه اللي جتني والله يا اخي واضح هناك في 150 اي هالشو انا كتبت محفظه طيب مقبى يا اخي ضايح ضايح معليش يا شباب اوكي خالد راح يشوف بطاقته انا راح اشوف بوكي قلده يا عمري يا شماغ وين سيفين ونخله يا اخي خالد الحين هذا يشبك الجيح مو بشماغ ذا وانت زكسبي ايش شوف كيف كتبتها ولا هذا مين ايه هذا حلوة ذي مرة رايك اوه هذي حلوة والله حلوة ريان غاش من جوجل لا لا من راسي اي من راسك عارف الالوان حتى الالوان بكتيب بعد يلا نزاك الذا غاش جوجل ما تكتب اتعب طيب سلوم بس ما لازم زاويه على اليسار هذا مكث الشعر القديم انا ما عندي مربع كامل زيكم سلوم ما ياخذون منك فلوس اذا كل شيء ما يكون شور عند سلوم يبغى واحد يبغى واحد حرام عليك والله اني ما ادري وش ترى شعرني اللي ما يدري تعرفون ليش ركت ليك؟ ليه؟ حرام عليك اخوي لانك يا خالد في البداية اول رسمة سبونسر ايه شكرا الله توقعت ان السيارة طايرة في الهواء كذا رحوا والله عاد شو اسوي؟ شوف الحين ها ركت ليك مرة ثانية هذا اللي خلاني اسوي كذا اللي ما كتبته يا شباب حلو حلو تضبيط كنا سيارة ساحرة كانت حياة واقعية هذه اللي بصها مريان يا رب ريل لايف صح؟ يا صعبة يا ولد اسهل لا صعبة القش اي يا ما تتري صعبة انا ما لا لا حلو حلو جرين سكرين يلا خلينا نشوف اقتراحي الخايس جدا اوكي ليه تحدد نوع ليه؟ انواع الشركات اللي ليش تحدد نوع؟ نكبتني عشان يوضح لك ان مش عارف تنقل يعني اكتب طيب زين طيب والله صح عليك يا خالد حلو الوانه مغير هذا ها بعد صح الحمد اي تطلع صح العب ايش ذا هذا قوي والله حاسس يلا اعطني فلوس ثانيه يا شباب اوكي ايش المقطع كله اعلانات ما قد عصبت انا شوف يا هي العيد اللي جاك ضبطها ميد ان تشاينا اوكي ليه ازرق طيب ما ادري بدي ايش اللون بالضبط شفت كيف بدله ما لحقت الونها ايه كملت تلوين الوجه طيب ليش وجهك انه زومبي ايش اسوي عادي اوكي احلى شيء بالرسمه العلم